ستدخل المنظومة التربوية بدءا من دخول المدرسي 2016-2017 مرحلة جديدة في مسار تحسين والتعزيز إصلاح المدرسة الذي شرع فيه سنة 2003 مرحلة يميزها تنصيب برامج ومناهج جديدة وإطلاق كتب مدرسية جديدة بالنسبة للسنة الأولى المتوسط والكتاب الموحد للسنة الأولى والثانية الابتدائي مدرسة أكثر نجاعة تسمح بتفتح والاندماج في حركة رقي العالمية مدرسة تتكفل بمنح المتعلم مبادئ المواطنة وقيم الأمة الجزائرية حتى يتمكن من ممارسة مسؤولياته المستقبلية بصفته مواطن يتمتع بكامل الحقوق وقادر على تأدية الواجبات.